انا كان في موضوع عايز افتح فيه من زمان، بس كنت خايف تفهميني غلط. بصراحه كده احسن. ده عاوز اقول لك يعني انا موافقه يا ابراهيم. بالحلقه القادمه لما تيجي تتكلم تتكلم من هنا. طوبى يخطط بالاخفاء واخبار الحاره توصلك بحلوها وبمرها. ابراهيم اخوك هيتجوز احسن. طوبى الليله 10 بتوقيت بغداد على MBC العراق. رمضان يجمعنا وعلى شاهد VIP الان.